يوناني، يوناني الجزء الثاني، مدحت 11. اليوم عبارة عن 24 ساعة، اليوم عبارة عن 24 ساعة. ميا ميرا يخي ياكو سيتس ريسورس، ميا ميرا يخي ياكو سيتس ريسورس، يعني اليوم فيه 24 ساعة. طب ازاي؟ ميرا يعني يوم، ميرا يبقى يوم، وميا دي الأداة بتاعتها، أداة التنكير بتاعتها عشان مؤنث تبقى ميا، ميا ميرا يعني يوم عشان اليوم عندهم مؤنث. طب اخي ده فعل يملك، يبقى اخي المية ميرا ده اخي، يعني اليوم عنده، اليوم عنده 24 ساعة، يعني اليوم فيه 24 ساعة، عنده يعني فيه او به، فمية ميرا اليوم اخي به. ها ايكوسي تسرس، ايكوسي يعني 20، تسرس 4، ايكوسي تسرس 24، اورس يعني ساعات، يبقى ايكوسي تسرس اورس 24 من الساعات. يبقى ميا ميرا اليوم اخي فيه او به او يملك اكسيتس ريسورس 24 من الساعات. عائله، عائله ايكوجينيا، ايكوجينيا يعني عائله، ميا ايكوجينيا، ميا دي اداه التنكير، يبقى ميا ايكوجينيا يبقى يبقى معناها عائله. ثلاثه، عربه سريعه، عربه سريعه، انا جريجورو افتوكينيتو، انا جريجورو افتوكينيتو، افتوكينيتو يعني عربيه، جريجورو يعني سريعه أو سريع، لأن هنا أفتوكينيتو محايد، عشان كده واخدة أداة التنكير محايد هنا. هنا أفتوكينيتو يعني عربية، وجريجور تيجي زيها بنفس النوع، العدد والنوع، فجريجورو هنا أخرتها أو، هنا أخرتها أو، يبقى جريجورو أفتوكينيتو معناها عربة سريعة. العربة السريعة دي ممكن نقول عربة واحدة سريعة؟ أه طبعا ممكن، يبقى على طول إينا، فيبقى هنا عندي أداة تنكير، ما دام ممكن أقول واحدة يبقى أنا محتاج أداة تنكير، أدور الكلمة دي مذكر ولا مؤنث ومحايد وأحط أداة التنكير اللي تناسبها هنا عشان هي محايد تاخد إيه. امرأة بدينة يعني ست سمينة، امرأة بدينة. ميا مي خندري ينيكا، مي خندري ينيكا يعني امرأة بدينة، ينيكا هي الامرأة وخندري ده الصفة بتاعت الامرأة، هنا الامرأة مؤنثة فخندري برضو إن هي مؤنثة إيه، فخندري ينيكا يعني امرأة بدينة، وامرأة بدينة دي ممكن أقول امرأة واحدة بدينة، ما دام ممكن أقول امرأة واحدة بدينة يبقى على طول أنا محتاج إلى أداة تنكير، هتبقى هنا 100 عشان مؤنثة. طيب 15، في القسم العلوي تعيش سيدة سمينة، في القسم العلوي تعيش سيدة سمينة، يبقى إكيبانو ميني مي خندري ينيكا، مي خندري ينيكا لسه واخدينها، هنكمل عليها ايه؟ اكي بانو، اكي يعني هنا، بانو يعني فوق، هنا فوق يعني في بالاعلى، اكي بانو معناها بالاعلى، في القسم العلوي، في الدور اللي فوق، في السطوح، في اي حاجه، وات ايفر، المهم انه يعني اعلى، الى اعلى او باعلى، بالاعلى. اكي بانو يعني بالاعلى او هنا بالاعلى. ميني تحيا، ها؟ مي خندري نيكا خدناها، خندري نيكا يعني سيده سمينه، ودي اداه التنكير بتاعتها 100. بيضه مقليه، بيضه مقليه. انا افجو ماتي، انا افجو ماتي، طبعا افجو هي البيضه وماتي يعني مقليه، فافجو ماتي بيضه مقليه، ممكن اقول بيضه واحده مقليه، يبقى انا محتاج ايه؟ اداه تنكير. طيب هنا الافجو دي محايد، يبقى الاداه هي عندي هنا اينا، اينا افجو ماتي يعني بيضه واحده اللي هي اينا مقليه، طبعا اينا معناها يعني مدلولها واحده، لكن هي لا تترجم حرفيا واحده خالص، لكن معناها انها مفرد، انا اقصد مفرد. طيب 17، اليوم يعرض فيلم جيد، اليوم يعرض فيلم جيد. سيميرا بيزي ميا كاليتينيا، سيميرا بيزي ميا كاليتينيا يعني النهارده بيتعرض فيلم حلو. طيب كاليتينيا هي اللي ايه؟ اللي فيلم جيد او فيلم حلو، كالي يعني حلو وتينيا يعني فيلم، بس بالمنطق اليوناني انا ممكن اقول فيلم، طبعا مفيش حاجه اسمها فيلم، بس انا اقصد اقول لك انها مؤنثه، يعني انا عندي الفيلم ده مذكر لكن هو عنده الفيلم تنية دي مؤنثة، عشان كده جاب لي الصفة ايه؟ مؤنثة، كالي تنتهي بايه؟ ما قالش كالو، كالو يعني حلو، هنا قال لي ايه؟ كالي يعني يعني جميلة، ففيلمة حلوة، فيلمة جميلة، يعني ليه؟ لأن الفيلم عنده مؤنثة، زي ما أقول الباب عندي مثلا، والباب تبقى في لغة تانية مثلا مؤنثة، فأقول مثلا أستخدم أداة التأنيث. طيب مية كالي تنية، هنا كالي تنية يعني يعني فيلم جيد، بس في المؤنث عشان عنده الفيلم مؤنث، وهيجيب لي اداه تنكير مؤنثه. ليه هيجيب لي اداه تنكير؟ عشان فيلم جيد ممكن اقول فيلم واحد جيد، فممكن ادخل واحد او واحده، يبقى انا محتاج اداه تنكير، اداه تنكير تتناسب معاها هنا، يبقى 100 كلمه.
بعدين ايه سيمرا بيزي يعني ايه سيمرا النهارده، ها بيزي يعني ايه يتعرض، يبقى ده فعل يعرض مع التصريف الثالث سيمرا النهارده بيتعرض، بيتعرض ايه مياه كاليتينيه في المحل. صابون اخضر هنا براسينو فورما، هنا براسينو فورما، براسينو فورما يعني صابون اخضر، فورما يعني ثوب او فستان، وبراسينو يعني اخضر، براسينو فورما صابون اخضر، صابون واحد اخضر ممكنه، يبقى محتاج اداه تنكير، يبقى هتبقى هنا اينا عشان الايه الفورما محايد، يبقى اينا براسينو فورما عشان اينا دي اداه التنكير، سوري اداه التنكير صح بتاع المحايد. 19 حقيبه كبيره ام صغيره، ميجاليو ميكرين، فين كلمه حقيبه؟ مش موجوده، اصل اتكلمني عنها قبل كده، قبل كده اتكلمنا عن حقيبه، وبالتالي فقاعد ان طالما حاجه اتقالت قبل كده مفيش داعي تكرر. ميجالي كبيره يعني ايه؟ يعني كبيره ولا صغيره؟ ميجالي كبيره اي ولا مكري صغيره؟ مفهوم من الكلام عن الشنطه ان اتكلمنا عنها قبل كده، ودي علامه الاستفهام تتحط كده. طيب يبقى هنا حقيبه كبيره ام صغيره، يبقى ميجالي او مكري، وعلامه الاستفهام اليوناني خد بالك يبقى شكلها كده. عصير الليمون، عصير الليمون من فضلك، 20 عصير الليمون من فضلك، يعني عايز ليمونيتا من فضلك، عصير ليمون يعني ليمونيتا اهي، مية ليمونادا باراكالو، مية ليمونادا باراكالو، ليمونادا يعني ليمونيتا، ومية دي أداة التنكير بتاعتها، وباراكالو من فضلك، مية ليمونادا باراكالو، ليمونادا هي ليمونادا، مية ليمونادا باراكالو، عصير الليمون من فضلك.